تكريما للراعي الكريم مع ميم عين الخطاب باستمرار مركز مدينه الصفاق محافظه الغربيه المغفور له باذن الله تعالى عبد الحاج امين عمر الخطاب والد كل منا الحاج عادل امين الخطاب والاستاذ محمد امين الخطاب والكابتن احمد امين الخطاب وعم كل منهم عم الحاج احمد محمود الخطاب وعم الحاج عمر محمود الخطاب وعم الحاج رجب بن محمود الخطاب وخال الاستاذ حليم ناجي الله اسال ان يتحمد الفقيد في قبره بواسع مغفرته ورحمته اللهم امين. مرحبا اعزاء مقدمه معالي السيد اللواء الدكتور وديع بديهي اخوتنا اخوه الايمان والاسلام استضافت الاسره الكريمه لكم اعلى التلاوات بجمهوريه مصر العربيه العالم الاسلامي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه لجنه خدمه القران الكريم قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية صاحب الشعبية الجاربة عبر دول العالم العربي والإسلامي أجمع والذي جاب أكثر من 46 دولة حول العالمين العربي والإسلامي أجمع ملك المقامات وملك الإبداع الأول ابن المحافظة الغربية الذي يشرفها دائما وأبدا في المحافل الدولية قبيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرمي القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري كما استضافت لكم قارئ جمهورية مصر العربية عميد قراء مركز ومدينة الصدفة فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد حجاج كما استضافت لكم قارئ جمهورية مصر العربية عملاق الشباب المولودين في محافظة الغربية فضيلة القارئ العلم الشيخ مصطفى احمد عبد ربه نحييكم عبر اثير موجات اذاعاتنا الصوتيه الانوار الكهربائيه والمعرض الفني للاضواء الكاشفه تحت اداره البشمهندس احمد بدوي خطاب المقيم بجنرال مركز ومدينه الصدفه بمحافظه الغربيه ومن داخل لؤلؤه السرادقات وكبرى شركات الفراشه الاهليه الذهبيه وتنظيم جميع المناسبات وجميع الحفلات بمختلف انواعها عمالقه الفراشه الجمهوريه اولاد ابو الخير اولاد ابو الخير المقيمين بجنرال مركز ومدينه الصدفه بمحافظة الغربية وعبر كاميرات العالمي البشمهندس محمد عادل جوهري صاحب الموقع الاسلامي الاشهر على شاشة السوشيال ميديا يوتيوب. ايها السادة يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من اعطاه الله القرآن فقد اعطاه النبوة بين يديه ولكن لم يوحى اليه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه لجنة خدمة القرآن الكريم. قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري. ابن محافظة الغربية ملك المقامات وملك الابداع الاول. الدكتور عبد الناصر حرمي يتفضل صاحب الفضيلة يتلو علينا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وصلي وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله
لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Mm-hmm.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إنك بالواد المقدس طوى. إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع 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 لما يوحى.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتاها نودي يا موسى فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع 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 لما يوحى إنك في الواد المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة إن
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي
قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا أخرى لنريك من آياتنا الكبرى يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من
اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نزل
نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. إن شاء الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوليت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. انعم بقوم اكرم القرآن وهبوا له الارواح والابدان. قوم قد اختار الاله قلوبهم لتصير من غرف الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. الله قد وهب الأجور لأهلها وحب الجميع بلاغة وبيانا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام اطمأنت قلوبنا بالذي هو خير ايات الله البينات التي كانت مرحى بصدر سورة طه. تلها علينا قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون والمجلس الاعلى بالشؤون الاسلامية لجنة خدمة القرآن الكريم. قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية. ملك الابداع الاول وملك المقامات. والذي جاب اكثر من 46 دولة حول العالمين العربي والاسلامي اجمع. ابن محافظة الغربية. ابن محافظة الغربية. وسفيرها الدائم عبر الدول العربية والاسلامية. فضيلة مولانا القارئ العالم الدكتور عبد الناصر حرك. كبرى شركات الهندسة.